يعني قبل لحظات كنا ناقشنا مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وإن قدمنا جملة من الاقتراحات فيما يخص تعديل بعض المواد التي لا نراها يعني مناسبة لتوجهات الدولة الجزائرية، خاصة أنه مشروع هذا القانون أخذ كل وقته يعني من 2020 وإحنا نسناه فيه. يعني مثل المادة التاسعة يعني شفناها باللي تتناقض مع تحفيز الشباب، لأنها تتحدد شرط 15 سنة من الخبرة. يعني نتساءل عن مصير الشباب الجديد اللي خارج من الجامعات الجزائرية، هل ليس له الحق أن يكون مدير نشر أو طالب ترخيص؟ يعني راح نعدلوها إن شاء الله. أيضا طريقة التمويل يعني اللي تحذف منها 30%، يعني احنا نشكيه أولا من التمويل للوسائل الإعلامية أنه ناقص، ثم تحذف لهم 30% من ما هو موجه لهم، بالإضافة إلى بعض الاقتراحات التي وجب على وزارة الإعلام والاتصال أن تتفطن لها، وهذا الشيء اللي جاء في مداخلتي مع سيد الوزير، وإن طلبته وقلت له بأنك مطالب بتحسين الأداء والنوعية حتى يتمخض لنا إعلام عادل متعدد كامل ومقنع، له سلطة، له ثقة المواطن الجزائري، لأنه الأرقام أخي مخيفة وخطيرة جدا. ف 25 مليون جزائري يتابعون الفيسبوك وتويتر، وهذم لا يتحكم فيهم لا القانون العضوي، لا قانون الإعلام الذي بين أيدينا، لا قانون السمعي والبصري. لهذا وجب أن تكون نظرة جديدة للوزارة في هذا المجال، وأن تتعامل مع هذا الواقع مثل ما تعاملت معه الكثير من الدول في العالم. وأعطينا أرقام يعني خطيرة جدا، يعني أكثر من 400 صفحة مغربية تنشط في الجزائر وتهدد الدولة الجزائرية من خلال الترويج لأفكار سلبية ومحاولة خلق وزرع الفتنة في المجتمع. 130 موقع في الجزائر موقع إلكتروني نجهل ملاكها ونجهل من يمولها، وهذا أيضا أمر خطير جدا. الأمر الآخر الذي يجب أن تتفطن له الوزارة هو أنه مواقف الجزائر الثابتة والقوية والصريحة في القضايا العالمية يعني لا تتناسب مع ملاك الفيسبوك وتويتر الذين يملكون ازدواجية المعايير، فإذا رأيناهم ما ينشرونه في أوكرانيا لا ينشرونه في غزة، وإذا تكلمنا نحن في الجزائر على الكيان الصهيوني تحذف، أما إذا تكلمت والمؤثرين في الجزائر وطعنت في الحكومة الجزائرية دولة وشعبا، فنرى أن الخوارزمية تتحرك وعدد القراءات تكبر. يعني هنا يجب أن نتفطن، وقدمنا مجموعة من الاقتراحات إلى وزير الاتصال وطلبناه أن يسجلها. أولها هو أن نبدأ في التفكير بإنشاء منصة تواصل اجتماعي جزائرية 100%. حقيقة يعني ما هيش بالسهلة، لكنها ليست بالمستحيلة، وفي انتظار ذلك على الأقل نروج لتنويع مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة من طرف المواطن الجزائري. كاين مواقع التواصل الاجتماعي لدول صديقة وحليف على غرار الصين وروسيا وغيرها، بالإضافة إلى قدمنا مقترح قانون يضبط نشاط مواقع التواصل الاجتماعي هنا في الجزائر.